وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاسراع في خطوات امتلاك القدره التصنيعيه للاطراف والاجهزه التعويضيه وفق المواصفات القياسيه المعتمده دوليا بغض النظر عن التكاليف الماليه والتحديات الاقتصاديه وذلك من خلال اقامه مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمه النبيله الى كل انسان في حاجه اليها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية، ورئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولي منظمة الصحة العالمية. والمجموعة الوزارية المختصة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية. ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها. وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة. من منظور احترام وصون حقوق الانسان على خلفيه ما تعانيه المنطقه من احداث عنف وارهاب اضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد استعراض جهود الدوله من خلال كافه الاجهزه المعنيه المختلفه لانشاء مجمع صناعي شامل للاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه في مصر وذلك وفقا لاحدث المعايير التكنولوجيه والطبيه الدوليه وبالتعاون مع الخبرات العالميه وما لديها من علم وخبره وقدرات بما في ذلك منظمه الصحه العالميه وذلك للاستفاده من امكانات المنظمه في تدريب وتاهيل القوى البشريه المشاركه في المشروع تمهيدا للحصول على الاعتماد الدولي فضلا عن التعاون مع الجمعيه العالميه للاطراف الصناعيه وتقويم العظام وذلك من خلال عده محاور رئيسيه تتمثل في القوى البشريه والمنظومة الصحية، ومصانع تجميع وموائمة الأطراف الصناعية، ومصانع الإنتاج، والبحوث الفنية، والميكنة، ونظم المعلومات، والرقمنة الصحية. كما تم في هذا الإطار عرض تفاصيل الزيارة الحالية للوفد الفني من كل من منظمة الصحة العالمية، والجمعية العالمية للأطراف الصناعية، وتقويم العظام إلى مصر. بهدف تفعيل التعاون في هذا الصدد، حيث اطلع الوفد على الامكانات المتواجده فعليا في مصر في هذا القطاع الى جانب المراكز المصريه المتخصصه وكذلك المستشفيات وهيئات الرعايه الصحيه خاصه مجمع الرعايه الصحيه بالاسماعيليه الذي تم تطويره على احدث النظم العالميه ضمن منظومه التامين الصحي الشامل الجاري تعميمها على كافه محافظات الجمهوريه وذلك بهدف الوصول إلى المستوى المأمول على صعيد التأمين الطبي لذوي الإعاقة الحركية. كما اطلع السيد الرئيس على زيارة الوفد الفني الميدانية إلى مركز التأهيل بالعجوزة التابع للقوات المسلحة، والذي يقدم خدمة تأهيلية متميزة لذوي الإعاقة الحركية فضلاً عن مصنع الأطراف الصناعية التابع للمركز، الذي يقوم بتجميع وموائمة الأطراف الصناعية وفق أحدث النظم العالمية. وبالتعاون مع كبرى الشركات العالميه المتخصصه بما في ذلك تدريب الكوادر البشريه وقد اشاد اعضاء الوفد بالامكانات المتاحه حاليا في مصر فيما يخص مجال الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه سواء من حيث التصنيع والتجميع وخدمه موائمه الاطراف للمرضى بما يفتح الافاق لانشاء المجمع الصناعي الجديد